عمرو برضو مهم جدا ان برضو ايه الفرق يعني النادي الاهلي ليه مختلف؟ النادي الاهلي بيربيك على المكسب، بيربيك على الاحترام، بيربيك على الادب، بيربيك اللي انت لعيب بروفيشنال، تحترم مدربك، تحترم الناس الموجوده، تحترم الكبير زي الصغير، زي اوروبا بالظبط. انا لما رحت اليونان برضو كان نفس السيستم. انا لما رحت اليونان يا كابتن اسلام ما تعبتش، يعني قعدت اربع سنين عايش في ما السيستم. تعبتش، انا اصلا اوريدي عايش من السيستم من صغري. يعني ما فيش حاجه، ما فيش حاجه اسمها مشكله في النادي، ما فيش مثلا اتكلم مع مدرب وحش، ما فيش مشكله مثلا اتكلم مع لعيب ويحصل مشكله في التمرين، مستحيل. وما فيش حاجه مثلا انا عايز حاجه ما ينفعش اعدي حدودي في 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 سيستم محطوط. يعني وانا صغير ما ينفعش اروح لمدير القطاع الناشئين مره واحده، ما ينفعش. لازم مدير فني احكي مدير فني، مدير فني يحكي لمدير قطاع الناشئين، هي كده، ده سيستم محطوط ما حدش بيعديه. ففي كان في سيستم انا متربى عليه، فهو بيربيك على حاجات معينه. ما فيش حاجه اسمها خساره، مش حاجه اسمها تعادل في النادي الاهلي. طول الوقت مكسب، طول الوقت بطوله، طول الوقت انت راسم في دماغك ان انت هتاخد بطوله، طول الوقت في غيره على ان انت تاخد بطوله، في غيره ان انت هتاخد 3 بونت. وانا صغير يعني في البطولات يعني، لا النادي الاهلي بيعلمك حاجات كتير قوي قوي قوي.